Hey folks, it's Freeman, Battlefield's Community Manager, here to get you up to speed on what to expect with Update 6.0 and the start of our new chapter, Into the Jungle. We're starting this chapter with a brand new map for the Pacific Theatre. This is Solomon Island. This has been a favourite of mine to play the last few months in testing. This is a really intense map that plays brilliantly on Breakthrough. You're going to be pushing up from the beach as the Americans, working your way into the deepest parts of the jungle, and pressing on to a final flag for victory. You'll also be able to play this map on Conquest, Squad Conquest, and Team Deathmatch. It's narrow, it's intense, and it's a hell of a lot of fun. Solomon Island was made by the same team that brought us Lockers and Argonne Forest. So, expect a bit of a grind in certain parts of the map. You gotta look the part though, in Solomon Islands, so we've got some brand new cosmetics to play around with. You'll find that in the first few weeks of Tides of War, you'll have some new ones to unlock. As well as that, you'll have new guns too. The Type 11 MG comes to support, and the devastating M2 Carbine comes to assault. New gadgets are also available to unlock, with the M1A1 Bazooka, and the Lunge Mine. Yeah! In chapter rank rewards, this chapter, we're doing things a little differently. Look forward to unlocking Misaki at rank 40, a Japanese commando that you can add to your elites. We'll also have two others coming later in the chapter. We'll have more information on that later on. We hope you're looking forward to the start of chapter 6. Update 6.0 dropped at the start of February. I hope I'll see you on the battlefield. Oof. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة مقطع جديد على الباتل فيلد 5 اليوم حاحكي لكم على الابديت 6.0 لسنة 2020 هذا بيكون اول ابديت اول شي لو مش مشتركين بالقناة بتقدروا تشتركوا اهلا وسهلا فيكم وفيكم تفعلوا الجرس ولايك والدعم يا شباب والشير وان شاء الله يعجبكم المقطع ويفيدكم ان شاء الله وتاني شي يا شباب لا تنسوا الجيف اواي الهدية اللي انا مساويها على حسابي بتويتر هي عبارة عن ثلاث هدايا أول وحدة لعبة نيد فور سبيد هيت ثاني لعبة لعبة باتل فيلد فايف وثالث لعبة لعبة فيفا طبعا النسخة الأوروبية كل هدول ألعاب لبلاي ستيشن فور بس اللي عليكم تساوه هو الإعجاب وريتويت إعادة تغريدة ومتابعة الحساب لو مش متابعيني ومتابعة طبعا اي اي ميدل ايست وانفيديا ولوجيتك ميدل ايست كلهم موجودين في التغريدة بحط انا رابط التغريده تحت ان شاء الله بيكون يوم السحب يوم 10 فبراوري وثالث شيء آه واخر شيء طبعا لو مش موجودين بالبلاتون اللي هو آه فصيله افضل مجتمع في العالم آه بتقدروا تدوروا على الفصيله تكتبوا بيست community ان ذا وورلد حتطلع لكم هلا على الشاشه وتجونوا على هاي الفصيلة طبعا في ثلاث فصائل اول تنتين فول كل واحدة مية مية وتاني واحدة تسعة وخمسين واحد بدنا نكمل ان شاء الله بهمتكم للمية طبعا هدول الفصائل الثلاثة موثقين من شركة اي اي اول كلان عربي موثق من الشركة اهلا وسهلا فيكم ومنبلش معكم بالمقطع عن التحديث ومواعيد هذا التحديث طبعا حيكون يوم 4 فبراير 2020 اللي هو اليوم وللبي سي منصة البي سي حتكون الساعة 9 الصبح بتوقيت جرينتش وعلى البلاي ستيشن 4 حتكون الساعة 10 الصبح بتوقيت جرينتش وعلى الاكس بوكس حتكون 11 الصبح بتوقيت جرينتش <applause> تمام شو في هذا التحديث بصورة عامة طبعا هذا التحديث حيجيب لنا حاليا خريطة جديدة اسمها جزر سليمان وطبعا حيكون هو المساوي هي الجزيرة او هي الخريطة هو نفسه يلي ساوى خريطة ارغون فورست في باتل فيلد 1 والاوبريشن لوكر في باتل فيلد 4 طبعا هي الماب انا شايفها حتكون حلوة آه نشوفها ان شاء الله يوم اللي حتنزل الخريطه ونلعبها ونجربها وتعطونا رايكم فيها وطبعا في ثلاث اسلحه جداد راح ينزلوا أه، واحد اللي هو التايب 11 LMG وتاني وثاني سلاح هو الموديل 37 شوتجن والام 2 كاريباين ومع هدول الاسلحه حينزل اثنين جاجت ثانيات أه، واحده اللي هي m 1 a 1 البازوكا واخر شيء حينزل جاجت اللي هي اللونش مايند هذه العصاية اللي بتركض وبتضرب فيها الدبابة شفتوا طبعا مقاطع كتير في التريلر عن هاي وهي تأخرت شوي عشان كان فيها عطل والحين عدلوا عليها وهي جاهزة للإطلاق وطبعا بهذا الشابتر شابتر ستة حيكون في شيء مختلف بحيث انه الأسلحة والجادجت هدلون رح يقدروا اللاعبين يفتحوا هون عن طريق الرانك الـ Tide of رانك يعني معك لرانك الأربعين كل ما بتلعب في اماكن معينه بتفتح فيها هد لون الاسلحه وما حتكون بمهمات اسبوعيه مثل ما طلبت الكوميونتي اغلبيتها وطبعا تاني شي وقت توصل على رانك 40 بالتايد اوف فور غير الدوغ اللي بيعطوك اياها حيعطوك شخصيه جديده هي شخصيه اليت طبعا واسمها ميساكي ياماشيرو وطبعا بهذا الشابتر 6 حيجينا كمان شخصيات اليت جديده أه، تنتين أه، واحدة حتكون أه، ستيف فيشر اسمه والتاني أكيرا ساكاموتو ومنبلش معكم بالتفاصيل طبعا أول شيء نتكلم على الخريطة والجديد حتكون خريطة أه، أه، جزر سليمان حتكون على كونكويست وبريك ثرو أه، اختراق يعني وسكواد كونكويست وتيم ديس ماتش وطبعا حيكون الأسلحة الجديدة مثل ما خبرتكم التايب 11 LMG هذا والموديل أه، 37 والM2 كاريباين هدلون حيكونوا بالشابتر رانك يعني كل ما ترتفع بالشابتر الرانك تبعك بيفتحوا لك هدلون الاسلحه والجادجتس نفس الشيء حتكون نفس الطريقه اللي هي الام 1 اي 1 بازوقه واللونش ماينز هدلون الاسلحه اللي حيفتحوهم عن طريق الشابتر ريورد اما بالنسبه للاليات في تغييرات بسيطه حصلت اول شيء على الاي اي والاي تي اتش ام جيز هاي حيعلوا المدى تبعية الأي اي وكمان صلحوا البانزر فور 4 الـ 80 طبعا هي اللي كان فيها أربع طلقات أما الجديد أو التعديلات اللي سوون على الخرائط والأطوار أول شيء خريطة ميركوري حاليا في مشاكل بالسبون بحيث انك وقت تساوي سبون على تانك بتنزل على رجولك يعني ما بتنزل على التانك وحصلت معي اكثر مره هي الحين صلحوها وبالاوبريشن اندر جراوند كمان كان في مشكله احيانا كانت تيم وقت يلعب بريك ثرو او اختراق الاتاكينج او اللي عم يعني يهجموا بيجي وقت بيصيروا ما يدرو ما يقدروا يسووا سبون كمان هي هلا صلحوها وعدلوا عليها وفي تعديلين حصلوا على الويك ايلاند اول شيء نقصوا عدد التانكات او الدبابات حتى يضبطوا البالانس طبعا هي بالمود البريك ثرو الاختراق يعني طور الاختراق وتاني شيء كمان البلايرز او اللاعبين صاروا يقدروا هلا يساووا سبون حتى لو كان في لاعب واحد او انه التيم كله كان وايب او انقتل كله بيقدروا يساووا سبون على السكتر الاخير كمان بالبريك ثرو لو هن بالجيش الامريكي وبطور الاوت بوست كمان كان في مشكله انه كان بعض اللاعبين يعلقوا بالتور لو هو صار دسترويد وفي كمان عم يساوي له أه أه حدا عم يساوله بلانت او عم يزرع القنبله كمان هي صلحوها اما التعديلات اللي حصلت على الاسلحه والجادجتس أه طبعا في تعديل حصل على سلاح الجريس جون وقت انت تكون عم عم تستعمل السوبريسور كاتم الصوت طبعا في تعديل على الصوت حاليا بحيث انه الصوت انت وحاطط الكاتم حيتغير عن الصوت انت ومش حاطط الكاتم وتاني شي في تعديل على الاي بي طبعا هي بالفاير ستورم بعاصفه اللهب طبعا صلحوا مشكله كانت احيانا الاي بي ماينز ما تساوي دامج للشخص اللي بيمرق منها والحين عدلوها ومن بعض التعديلات اللي حصلت على الاسلحه البالانس تبعية الاسلحه هم ساووا الحين تعديلات على اسلحه الريكون اللي هي البوليت اكشن رايفل واللي بيكون فيها المازل فيلوسيتي طبعا في عندنا تنتين الروز رايفل رفعوها من الـ 600 ل 750 وفي عنا التايب 99 كمان من الـ 600 ل 750 طبعا بالتحديث القادم حيكون في تعديلات كثيره على البالانس للاسلحه اللي هي الاسولت والميديك والسبورت ولا تنسوا لو عندكم اي شيء اي فيدباك على الاسلحه والبالانس تبعيتها تفوتوا على موقع الاي اي او على الاسك اتش كيو وتحطوا لهم شو الفيدباك تبعيتكم اما التعديلات على القوائم وشغلات ثانيه اول شيء حيكون في عنا السبوت سيستم حاليا عدلوا عليه بدل ما يكون مثل ما هو موجود حاليا لو انت مساوي سبوت لحد بيطلع على الخريطه الصغيره اتجاهه مثل المثلث حاليا شالوا هاي ورجعوها على شكل دايموند وما حيرجوكم الاتجاه اللي هو متوجه له والتعديل الثاني في شيء اسمه سناب زوم هذا حيكون في موجود على لاعبين الكونسول بلاي ستيشن والاكس بوكس حيقدروا يساووا عليه تعديل وكمان كان في مشكله للفايكل باستر عند لاعبين ما كانوا يقدروا يساووا لانلوك او يفتحوها والحين عدلوا عليها صار كل اللاعبين بيقدروا يساووا المهمه ويفتحوها وفي كمان بق كان موجود او مشكله كانت موجوده احيانا وقت تكون انت بالبريلود او داخل اللعبه وهي بعد ما بلشت اللعبه وانت تطلع من اللعبه اه تضل الديبلوي سكرين او انه اه القائمه او صوره الديبلوي تبعها موجوده بعدها على الشاشه واخر شيء كمان لسلاح التايب 2A اسايمنت المهمه كانت موجوده اسمها ميستري اي في كان في خطا لغوي خطا بالكتابه كمان هذا الحين اه عدلوا واخر تعديل ذاكرينه بالباتش نوتس هو على السيرفرات اه بحيث انه كان في مشكله بعض اللاعبين وقت يدخلوا على السيرفر يطلعوا او يطلعون السيرفر بعد 30 ثانية كمان هي صلحوها حاليا وهيك هدلون كانوا كل تفاصيل التحديث اللي حينزل بكرة ان شاء الله او اليوم وقت ينزل المقطع وهدلون كل التفاصيل الذاكرين حاليا وحيكون في تفاصيل اكتر واكتر على تحديث 6.2 قريبا ان شاء الله كالعادة يا شباب لو مش مشتركين بالقناة اهلا وسهلا فيكم فيكم تشتركوا تضغطوا على السبسكرايب الاشتراك تحت المقطع ولو عجبكم المقطع تحطوا لايك لو ما عجبكم ديسلايك وشير ولا تنسوا الجيف اواي المسابقة المساوية على حسابي بتويتر مثل ما قلت لكم الالعاب هي لعبة الباتل فيلد 5 لعبة نيد فور سبيد هيت ولعبة فيفا 20 لنسخة اوروبية حتكون كل اللي عليكم تسووه هو الاعجاب واعادة التغريدة ومتابعة حسابي على تويتر ومتابعة حساب طبعا اي اي ميدل ايست وانفيديا جي فورس ميدل ايست ولوجيتك ميدل ايست وكمان نسيت خبركم باول مقطع تحطوا كلمة تم في التعليقات السحب حيكون يوم عشرة الشهر لمنصة البلاي ستيشن ثلاث فائزين ان شاء الله وكلاننا موجود على البلاي ستيشن وعلى البي سي وعلى منصة الاكس بوكس على كل البلاتفورمز اسمه أفضل مجتمع في العالم أو البيست community إن ذا وورد طبعا كلهم الكلانات موثقة من إي إي رسميا وأول كلان عربي بيتوثق وإن شاء الله يكون عجبكم المقطع بترككم إن شاء الله وبشوفكم مقطع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته